أجيري قال هدفنا إسعاد المصريين. المكسيكي خافير أجيري المدير الفني لمنتخبنا الوطني أن الفريق بدأ إعداده يوم 6 يونيو، قال إن أنا ما عنديش أي مشكلة. أجيري بيقول إن هو ما عندوش أي مشكلة إن هو يلعب يبدأ معسكره يوم 6 يونيو، وإن هو سعيد جدا بفترة المعسكر، وإن هو سعيد جدا أيضا أو إن هو ما عندوش أي مشكلة أو ما عندوش غضاضة إن هو يلعب مباراتين فقط قبل كأس الأمم الإفريقية، ولأن هو بيقول إن كل المنتخبات المحترفة بتلعب بهذا الشكل، وأشار إن هو لا يفكر إلا في مواجهة زيمبابوي. زي ما قلت لحضراتكم كل اللاعبين لما تيجي تتكلم مع حد يقولك خلينا بس نعدي زيمبابوي الأول وبعد كده إن شاء الله نتكلم على بقية المباريات، خلينا نبدأ بس مباراة زيمبابوي إن شاء الله وربنا يكرمنا فيها. إن زي ما حضراتكم عارفين مباراة الافتتاح دايما بتبقى مباريات غلسة شوية، غلسة بلغة الكورة يعني، بتبقى فيها أمور قد لا قدر الله ممكن تحصل فيها أي مفاجآت، وبالتالي الكل مركز فقط في التسعين دقيقة. طيب كيف يستعد منتخبنا الوطني لكأس الأمم الإفريقية؟ بالمناسبة وأنا بتكلم مع حضراتكم كل لما تبقى في مباريات كل 3 أو 4 أيام بتبقى التدريب مش كتير، إن المدير الفني يعمل حاجة ده مش كتير، ولكن أهم ما بيبقى في هذا الموضوع هو الاستشفاء. الاستشفاء مهم جدا 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 في مثل هذه الدورات المجمعة المضغوطة. هي هتقعد شهر، ولكن كل 3 أو 4 أيام مباراة بتبقى الأمور صعبة جدا، وفي الغالب أي مدير فني بيعتمد على 11 أو 12 لعيب بيلعب بيهم دائما بشكل أساسي، سواء كأس أمم أفريقيا، كأس عالم، كأس أمم أوروبا، هو ده اللي بيحصل. فبالتالي الاستشفاء هو الشيء الأهم في الفترات دي، عشان كده حرص الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني و دكتور المنتخب اعتمد على تقنية الترددات الراديوية، يساهم هذا الجهاز وفقا للدراسات العلمية في تقليل الآلام والالتهابات، ويساعد على تجدد الأنسجة، ويوفر الجهاز الجديد الكثير من وقت الاستشفاء أثناء علاجة إصابات الملاعب، ويمكن استخدامه فور الحاجة إليه عقب الإصابة مباشرة لسهولة حمله وصغر حجمه. قال الدكتور محمد أبو العيلة طبيب المنتخب أن وجود هذا الجهاز يساعد على سرعة الاستشفاء والارتقاء بالمستوى الصحي والبدني للفريق المصري. زي ما قلت لكم هو ده الأهم دلوقتي، المباريات لما بتبقى مضغوطة كده أهم حاجة هو الاستشفاء. أحمد المحمدي النهاردة كابتن منتخبنا الوطني في المؤتمر الصحفي النهاردة قال نعد المصريين بالبطولة وصلاح سر قوة الفراعنة. كلنا اتكلمنا في هذا الموضوع، الكل بيتكلم عن ان لماذا دائما بنقول ان هو منتخب صلاح، هو منتخب مصر الحقيقة منتخب صلاح. صلاح طبعا سر قوة كبيرة جدا جدا لمنتخبنا الوطني، ولكن يظل دائما هو منتخب مصر، او ال 23 لاعب اللي موجودين كلا له دور، قد يكون لمحمد صلاح دور. خدوا بالكم محمد صلاح ممكن في مباراة من المباريات يبقى مقفول عليه، كل الناس بتروح تبص على محمد صلاح ناحية اليمين، فكل الناس ممكن تعمل باك ليفت وقدامه هاف ليفت يرجعوا يدافعوا على محمد صلاح، فالناس ما تلاقيش محمد صلاح يظهر بشكل جيد. ممكن ده يفتح مثلا لاي باك رايت، الباك رايت اللي هيلعب احمد المحمدي يفتح له مساحه ان هو يقدر يعمل اوفرات للراس حربه اللي موجوده، وبالتالي دور محمد صلاح مش هتبقى والكره في رجله بس. خدوا بالكم ده مهم جدا جدا جدا، كلنا نتذكر ماذا فعل عماد متعب في 2008. عماد متعب لعب كل المباريات وما جابش ولا او جاب جون واحد تقريبا مش متذكر. وكانت الناس كلها بتطالب الكابتن حسن ان عماد متعب لازم ما يلعبش ونلعب براس حربه تاني، لكن دوره التكتيكي جوه الملعب كان مهم جدا. ممكن جدا نلاقي محمد صلاح لان كل الاعين رايحه لمحمد صلاح، فهيبقى تريزيجيه عنده فرصه، مروان محسن عنده فرصه، احمد المحمدي من ورا صلاح عنده فرصه، الناحيه الثانيه ايمن اشرف لو لعب بهذا التشكيل يعني يبقى عنده فرصه، النني من تحت زي مباراه الكاميرون في نهائي البطوله الافريقيه السابقه. وبالتالي محمد صلاح دوره مهم جدا جدا جدا، ولكن ناخد بالنا واحنا بنتكلم على هذا الموضوع، لان اللاعبين 23 لاعب موجودين في قائمه منتخبنا الوطني، الكل دائما بيحرص على ان هو يقف خلف ال 23 لاعب. المحمدي قال ان عندنا المجموعه متوازنه جدا وما عندناش اي مشكله، هي ليست سهله وليست صعبه. محمد صلاح بيوزع هدايا ليفربول على زملائه بمعسكر المنتخب، يعني استلم نوع من انواع الشوكولاته الفاخره الحقيقه محمد صلاح وزعها على زملائه في المنتخب.
طبعا كامل ابو علي بيقول ان كان 2019 فرصه ذهبيه لترويج للسياحه المصريه. استاذ كامل ابو علي رئيس لجنه الانشطه السياحيه باللجنه المنظمه لبطوله امم افريقيا 2019 التي تستضيفها مصر في من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، قال ان ضروره الالتفاف والتشجيع المثالي لمنتخبنا الوطني لانجاح هذه البطوله وترسيخ صوره مصر المتحضره امام العالم كله. قال طبعا ان السياحه في مصر خلال الشهر ده هتبقى مزدهره بشكل جيد جدا. تذكرتي بتواصل فتح منافذها لبيع تذاكر كاس الامم الافريقيه. الحقيقه كل الامور ماشيه بشكل جيد مع مسؤولي تذكرتي، يعني انا لسه سامع بيان كان بيتقال ان بيقولوا ان كل حاجه منظمه وكل حاجه هتبقى مراقبه الكترونيا بكل الامور هتبقى جيده جدا ان شاء الله، علشان يكون هناك فقط الجمهور من حقه يشجع فريقه زي ما هو عايز ويعمل اللي هو عايزه فيما يتواكب مع مثاليات التشجيع اللي احنا عارفينها اللي احنا طول عمرنا معتادين عليها، مش اللي كانت بتحصل في فترة من الفترات، ولكن طول عمرنا معتادين عليها، طول عمرنا عارفين ان التشجيع المثالي ده بيبقى اللاعب رقم واحد. يعني في ناس بتقولك ان هو اللاعب رقم 12، لا هو اللاعب رقم واحد دائما. لما يكون عندك جمهور بيشجعك وبيقف في ظهرك سهل جدا جدا، مش سهل لكن بيديك دفعة كده وبيديك طاقة كبيرة جدا 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 في المباريات. وبالتالي بوابات إلكترونية هتكون موجودة على أبواب الاستاد علشان تكشف الشماريخ وتكشف كل الأمور دي، هتبقى موجودة، هتبقى في كاميرا اللي هي الطيارة دي بتمشي بتلف في الاستاد كله وهتشوف كل التحركات، كل حاجة هتبقى مرصودة. خدوا بالكم زي ما قلت لكم قبل كده، ودايما لما الواحد بيجي يتكلم بيتكلم من منطلق حبه لهذا البلد ومن منطلق حبه ان الجمهور نشوفه ان شاء الله مع بداية الدوري القادم. الدوري أو بطولة كأس الأمم الأفريقية هي بروفا لما سيحدث خلال الفترة القادمة، وبالتالي التشجيع المثالي والتشجيع الجيد في هذه المباريات هيفرق كتير جدا جدا للفترة القادمة. كل حاجة إلكترونيا وكل حاجة باينة وكل حاجة واضحة، لا هيبقى معاه حاجة كده ولا كده، لا قدر الله ما يجيش أحسن. ما يجيش أحسن، يبعد بعيد عن الاستاد وما يجيش. ما يجيش أحسن. كل حاجة موجودة علشان بوابات إلكترونية للتعرف على، وكل ده احنا شفناه في روسيا بالمناسبة، للتعرف على الشماريخ وكل الأمور دي هتبقى تحت السيطرة الأمنية للشركات اللي موجودة. طيب دي كانت أخبار منتخبنا الوطني. طيب طبعا عايزين التذاكر، اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا أعلنت أن منافذ استلام التذاكر والتي يقدم التي تقدم لحضراتكم من خلال الدرجه الاولى افرع اورنج، التاليه مصر الجديده ومدينه نصر والتجمع والرحاب والدقي وسط البلد، الزمالك، المنيل، العباسيه، شبرا، 6 اكتوبر، الهرم، المعادي، المقطم، الاسكندريه، الاسماعيليه، السويس. اي حد عايز يروح ياخد تذكرته ياخد تذكرته من هناك. طيب خلصنا اخبار منتخبنا الوطني، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن منتخبنا الوطني ونرجع نتكلم عن اخبار المنتخبات الافريقيه.